بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على الكوربس كالوزم ليجنز ايمجينج، وخليني افكركم بالسلوجن اللي حطيناه في اول الكورس خالص، برين ايمجينج او اندو ان ذا مايند بليف ان يور سيلف. حقيقه انا امبارح حطيت بوست على الفيسبوك لطيف جدا، جاب لي احباط مش ممكن. انا كنت حاطه يعني جاست فور فن، ايه الحاجه البوزيتيف اللي انت شايفها في نفسك؟ يعني هو في ناس دخلت كتبت وفي ناس قالت لي لا هفكر. وهقول لكم حاجه، يعني انا ساعات ما قلت لكم ان البرين ايمجينج ويندو انتو ذا مايند، وانا كمان انا شايفاكم، فانا هقدر اقول لكم الناس بتكاتيجرايزد ازاي. يعني هو في مجموعه مننا شايفين الحاجات الحلوه اللي في نفسهم، بس من يعني مش هيحبوا يمدحوا نفسهم، ماشي؟ وفي ناس اصلا مش شايفه حاجه حلوه في نفسها، شي از اولويز يعني كريتيسايزنج themselves، يعني هتبقى شايف ان انا دايما مقصر. وفي ناس الحقيقه شايفه ان كل حاجه فيهم حلوه زي كده. لا بجد، يعني هو دول الثلاث انواع اللي انت هتقابلهم في حياتك، ان الناس شايفه ان كل حاجه فيها هي حلوه وبيبليف في كده وبيقولوا كده وبيقولوا لك كده وبيعرفوك كده وبيعرفوا الناس كلها كده. وزي ما كنت لسه بكلم مع هند من شويه، قلت لها الفيسبوك ده بالونه كبيره، يعني زي ما في بوست دايما بيقول لك ما حدش بينشر خيبته على الفيسبوك. ففي ناس برضو بتبريز themselves وبيشكروا في نفسهم اوفر، فانت تتخيل ان الناس اكيد احسن منك. وفي ناس على الناحيه الثانيه شايفين ان هم ما عندهمش اي حاجه بوزيتيف، ويعني الدنيا سودة قوي، يعني زي كل ما شاء الله الفريند ليست اللي عندي اللي جات لهم الجرأة يكتبوا. انا عارفه ان اللي في الباك جراوند اضعاف على اللي مكتوب، عشان كده حطيت الكود دي. ففي يعني اللي انا رديت باستفاضه عليهم كانت امل كاتبه، امل مصيري كانت كاتبه كومنت قالت لي لا انا مش عارفه، انا ممكن اقول لك يعني الويك بوينتس. فانا ساعتها قلت لها لا، الويك بوينتس دي تقولها لي انبوكس، انا عايزه البوينت اوف سترينث. الكلام ده اتكلمت معاكم فيه في الاول خالص، مش فاكره في الاورينتيشن او في اول محاضره، قلت لك لما تبقى انت عارف عن نفسك سترينث بوينتس ويك بوينتس تعمل هايلايت لمين فيهم. السترينث، الويك بوينتس دي انساها، ما تفكرش فيها، احنا بشر كلنا عندنا ويك بوينتس، انا عندي ويك بوينتس، بس هي ما تفرقش معاكم حاجه، مش مضطره اقولها لكم، مش مضطره اقولها لكم، اتس نوت يور بزنس. وانت كذلك لما تيجي تتعامل معايا او مع اللي حواليك، انت مش مضطر تعري الويك بوينتس بتاعتك، لكن انت مضطر تهايلايت الستريت بوينتس عشان تشتغل عليها عشان تبقى افضل في الحته دي. لكن احنا بشر، لو تتخيلت ان كل الناس اللي قدامك احسن منك يبقى انت غلطان. هو فلان احسن منك في الحاجه الفلانيه، مش احسن منك في المطلق. And you have to believe in yourself. انت لازم يكون عندك صفات حلوه، اكيد عندك صفات حلوه، اكتر حد شرير في الدنيا هتلاقي عنده صفات حلوه. فانت المطلوب منك ان انت تصدق دي يعني الثلاث انواع اللي احنا قلنا عليهم لازم يبقى فيهم نوع من انواع البالانس وانت بتتعامل. يعني لا تبقى شايف نفسك حلو ومنزه عن الخطا وان كل حاجه بتعملها صح، دي جريمه في حق نفسك وفي حق اللي حواليك. ولا تبقى شايف نفسك برده ما عندكش ولا حاجه بوزيتيف ولا حاجه كويسه، دي برده جريمه في حق نفسك وفي حق اللي حواليك. انت كده بتعمل لو استيميشن اوف يور سيلف، وده اوفر استيميشن اوف يور سيلف. في القطاع اللي في النص اللي هو عارف ان هو عنده حاجات كويسه بس يخجل ان هو يقول. ليه تخجل ان انت تقول؟ عادي، لما اسالك ايه الحاجه الحلوه اللي عندك تبقى انت عارف ان انا دي نقطه القوه اللي عندي، فانا كويس في الحته دي، انا جدع مع صحابي، لكن انا ما بذاكرش كويس مثلا. صوت، انا والله بقول الصدق مثلا، لكن انا كسول، ايه المشكله؟ يعني لازم يبقى عندك بوزيتيف تريت بتعمل لها هايلايت. ايه احسن حاجه فيك يا ريم؟ مش عارفه والله. مش مين عارف الحاجه الكويسه اللي عنده؟ الاء اريد احسن حاجه فيك ايه؟ بتجري ورا اللي انت عايزاه. بتجري ورا اللي انت عايزاه، برافو. لازم تبقي عارفه ان هي دي البوينت اوف سترينث، عشان انت هتبقي واخده بالك من حاجات ثانيه، فدي اللي تقعدي تلعبي عليها عشان تنجحي. هلف لك تاني وتبقي عرفتي. مي، انت قلتي امبارح ايه؟ ايه؟ المعافي. بتعافي في الحاجه اللي انت عايزاها؟ عندك طولة بال، ممكن ما تبقاش عند ناس كتير، ممكن ناس كتير تبقى شاطره في حاجات بس ما عندهاش طولة البال دي فتقع في النص. هو انا ايه التارجت بتاعي ان انا اقول القصه دي واتكلم في القصه دي بعد البوست بتاع امبارح؟ You have to believe in yourselves and make others believe in you. انا قصدي ايه؟ انت ممكن تبقى عندك استعداد تقف تقول انا كسول، بس تبقى تفكر مليون مره قبل ما تقول ان انت عندك حاجه حلوه. قول يا مصطفى. ميستي انا؟ لا عادي، انا ممكن اقولها لك، والله ما بحبش اتكلم عن نفسي يا مصطفى بس اقولها لك. لا بس انا لازم ابقى انت كشخصيه انت بقى عارف نفسك.
لا غلط، مش صعب، ده غلط. ايوه بالظبط كده، عشان دي اشكاليه كبيره ان احنا بنركز على نقط ضعفنا اكتر من نقط قوتنا. فلازم تبقى believing in yourself، فلما حد يجي يسالك السؤال ده تقول ايوه انا عندي كذا حاجه يعني، بس مش هقوله عشان الحسد. لكن انت تبقى مش شايف ان عندك حاجه حلوه او مستني ان الاخرين يقولوا لك عن الحاجه الحلوه دي، ده قصور مننا. وممكن الاخرين يلفتوا نظرنا. يعني ماي امبارح وهي بتقول لي انت بقى حضرتك كنت المفروض تكتبي في البوست انت ايه الحاجه اللي قلت لها انا سبتكم تنطلقوا، قالت لي انا ممكن اقول لك انت بتشوفي الجمال في الحاجات اللي هي لفتت نظر الحاجه اللي ممكن ما ابقاش عارفاها، قالت لي انت بتشوفي الحاجه الحلوه في اللي حواليك وبتعملي عليها فوكس. انا ما اعرفش، لكن في حاجات ثانيه انا عارفه انها حلوه فيا، دي مش حاجه لا تعيبني، بس انا قصدي هيلفتوا نظري، بس في حاجات لازم ابقى انا عارفاها عن نفسي. يعني خليني اقول لك ان ده هيجرني لحاجه، dont seek validation from the others، مش التانيين اللي هيقولوا لك انت ايه الحلو والوحش اللي فيك. لازم تبقى عندك basic knowledge عن الحاجه الحلوه اللي جواك. يا جماعه احنا بنطلع في الاخر جوه المجتمع منهزمين من كتر ما احنا عاملين فوكس للحاجات اللي مش حلوه عندنا. فانت مثلا انت شايفه انك بتعفري او بتجري ورا اللي انت عايزاه، محدش عامل لك هايلايت ان دي حاجه مهمه، لكن كله عمال يعمل لك هايلايت مثلا ان فلان استاف جامعه وانت مش استاف جامعه. قال لك انا بس بقول الاكزامبل اللي احنا قلناه في اول المحاضره، فكله بيعمل لك هايلايت للحاجه اللي ناقصه عندك، which is totally wrong. انت لازم تبقى عارف ان انت عندك بوينت اوف سترينث ممكن ما تبقاش موجوده عند الناس الثانيه. انا طول ما انا ماشيه في سكتي يا مصطفى، لما اقابل ناس نيجاتيف حواليا او يقولوا لي حاجه او يبقى حد عايز يكسر فيا، اقول لهم بصوا انتوا ممكن تقولوا عليا اي حاجه، لكن ما تقولوش عليا ان انا ما بعافرش، دي محدش يقولها، محدش يقول علينا ان انا ما بجتهدش، محدش يقولها. خلاص انا واثقه في التريد دي عندي، انا واثقه في دي عندي، فلما تيجي حد يكسرك من بره انت واثق اللي هيكسرك، ما تدخليش بقى في الحته دي. يعني لما حد يقول لك حد يجي يقول لي لفلان انت حرامي، فيقول له لا انت ممكن تقول عليا اي حاجه، لكن الامانه دي انا بيتشهد لي بيها في كل الاماكن. انا بقول لك ده ليه؟ عشان الدنيا ما بتبقاش ستريت فورورد وعلى قد مناقشه احنا بنتناقشها هنا. انت هتمشي جوه الدنيا وهتلاقي مليون واحد بيكسر فيك، فلو انت مش بليفنج في الحاجات اللي عندك ومش شايفها، خلاص هتبقى سهل ان انت تتكسر، ان هو يدخلك من الويك بوينتس بتاعتك. لو انا لما اقول لك ان انا اكتر واحده مجتهده يبقى انا طول الوقت مجتهده وكل يوم مجتهده، لا ما بكسلش ما بطنش وما بيقعش مني حاجات، لا، بس الماجوريتي ده. خلينا نقول المحاضره بتاعت الكوربس كالوزم دي شويه يعني خفيفه ونظام تجميعه يعني، فهنحط صور ونتكلم عليه. الليرنينج اوتكمز بتاعتنا ان احنا pay more attention to the corpus callosum location, set a list of differential diagnosis ونعرف الفايندنج بتاعت الديفرنت برين ليجنز اللي بتطلع في القصه في المنطقه دي. لما اتكلم عن الكوربس كالوزم انا عايزه pay attention له عشان هو احنا دايما بنتوه بقى في الحاجات الكبيره والسله والسربرال هيميسفيرز وكادريجمنال سيسترن، ومش ناس كثيره بتبقى paying attention للكوربس كالوزم. وانا بعمل المحاضره دي افتكرت مصطفى اخر الكورس المحاضرات بتاعت المره اللي فاتت، قال لي انا دلوقتي عايز افهم، انا دلوقتي وانا قاعد قدام الفيلم هعمل سيستماتيك ابروتش ايه؟ فقلت لطيف واحنا بنقول التجميعه دي اقول لك رتب دماغك معايا عشان ما نبقاش تهنا من بعض، لان احنا برده ماشيين ديفرنشال دايجنوزيس بابروتش معين. انا عايزك وانت قاعد قدام الفيلم او انت قاعد قدام الباكس ترتب دماغك، ترتب دماغك ان انت هتعمل اسسمنت للسربرال هيمسفيرز، فتبص عليهم بالتقسيمه بتاعت الاناتومي فرانتال وتمبرال وبرايتال واوكسيبيتال، وتبص عليهم جراي ماتر وايت ماتر، تتاكد ان الجراي ماتر لونها كويس والوايت ماتر لونها كويس واللوكيشن بتاعهم كويس وما فيهمش كونجنتال انوميليز، اوكي، وما فيهمش بقى سبيس اوكيباينج ليجنز. وبعد كده اروح على البرين ستيم او انزل بقى انفراتنتوريال زي ما بيقولوا، ابص على البرين ستيم وابص على السيربيلوم، اتاكد ان السيجنال بتاعهم والشيب بتاعهم نورمال ما فيهمش ليجنز. وكل حاجه من الثلاثه دول ببص على الاكسسوارز اللي حواليها. معنى ايه؟ لما ابص على البرين ستيم والسيربيلوم هقوم بص على السوبر سيلر سيسترن والكونتنتس بتاعه السله قدام، وبص على الكوادرجيمينال والباينيال جلاند ورا والتكتال بليت ماميلاري بوديز وتيوبرسيناريوم قدام اللي هي الحاجات الصغيره. وبعد كده ابص على السي اس اف سبيسز، اراجع الفنتريكلز بتاعتي اخبارها ايه والسي اس اف سبيسز بتاعتي اخبارها ايه، واي حاجه من دول يبقى ببص على السيجنال والشيب بتاعها.
الشيب لسه نورمال والسيجنال او الدنسيتي بتاعتها زي ما انا متعود في السي اس سبيسز، متعود ان انا دورت في السي تي لو لقيتها برايت او يعني زي البلوت تمام، يبقى انا كده بتكلم في سبراكنويد هيمورج، انا حته عن النورمال. واخيرا الاذرز، الاذرز دي اللي بتسقط مننا كلنا، الاذرز دي اللي هي ايه؟ ساينسز قدام، الاوربت قدام، الماستيكيتور ماسلز اللي بتبات لي عند بيز اوف ذا سكال، البون من بره خالص الكالفيليار بون تمام، لما اعمل بوست كونتراست يبقى بص على المينجيس تمام. يبقى ده الجنرال ابروتش اللي انا بتعامل بيه، ان انا مقسمهم اناتوميكالي وبفولو الشيب والسيجنال باترن بتاعه. كوربس كالوزم ده the largest white matter structure in the brain، بيتكون من 200 ل 250 مليون contralateral axonal projections، واحنا قلنا ان هو بيوصل الرايت والليفت سريبرال هيمسفيرز ببعض. طيب ايه بقى اللي ممكن يجي في ليجنز تيجي فيه هو، وفي ليجن بتيجي فيه هو كجزء من الجنرال افكشن بتاع البرين؟ هنتعامل مع المحاضره دي بقى، يعني انا في طريقتين واحنا بنشرح، ان انا بمشي كيس سيناريو او ان احنا بنمشي برين ستورمنج كده على صوره او حال. ثينك اباوت ات اوكي. حد يقول لي شايف ايه؟ برافو، ده سؤال الاولاني بكونتراست ولا هو ده سي تي ولا ام ار؟ ام ار اللي احنا شايفينه ده الابيض فين؟ لا مش خدها، خدها ليه؟ هو ايه الابيض اللي بره ده؟ هو ده اللي لخبطكم؟ ده ايه؟ مش سبكتينيوس فات تالس كان بيبقى برايت على حسب الويندو، وده طفل صغير فعشان كده انت مش قادر تشوف الكالفيريال بون اللي هو هنا، بس ده سبكتينيوس فات. يبقى بري كونتراست تي 1 بري كونتراست، يبقى انا شايف ايه الباثولوجي اللي انا شايفه؟ هاي سيجنال، ها ليجن واخد هاي سيجنال اهو. صح، ايه اللي بياخد هاي سيجنال في تي 1؟ هيمورج والفات. يبقى الفيصل بتاعي انا لو عملت فيلم فات سبريشن ده مش هيسبريس، او ابص عليه في التي 2 هيبقى شكله عامل ازاي، هلاقيه برضو برايت كده. لو في التي 2 هلاقيه، لو هامرج ممكن الاقيه دارك في التي 2 او هيتروجينس سيجنال، او بص في الجريدينت لو هامرج هيبقى له بلومينج ارتيفاكت، لكن ده كده فات. ليبوما فين بقى؟ لازم نبقى متعودين على اللوكيشن بتاع الكوربس كالوزم في الساجيتال وفي الكرونال. في الكرونال هيبقى بين التو فنتر، وعاده الكوربس كالوزم لما بيبقى فيه ليبوما بيبقى فيه ديسجينيسيس. ديسجينيسيس يعني لما جه يتكون اتكون متلخبط، فبالتالي بقى اكستندنج ديب، هو المفروض يبقى لغايه هنا مثلا، هو بقى اكستندنج ديب. دي من الكومن كونجنتال انوميلز اللي احنا هنقابلها اهو. انا كده شايفه الكوربس كالوزم بس جينا عند السبلينيوم وبقى فيه فات، وبقى فيه فات حواليه كمان اوكي. في الكرونال انا شايفه هنا ليبوما مكان الكوربس كالوزم اللي هو هنا اللي بين الاثنين فنتركلز. ده سي تي، ده تي 1 ويز كونتراست. شايفين السبكتينيوس فات ولا لا؟ بس ده عشان حد كبير شويه فانتم مش شايفينه زي اللي هناك. ده الفات، ده المول، ده البون، ده الفات البون مارو رايت وحواليه الكورتيكال بون لو، واللي بره خالص السبكتينيوس فات. في السي تي اتس دنس بون. ايه اللي انا بقى شايفاه؟ ده سي تي وده تي 1 ويز كونتراست. في السي تي شايفه ايه؟ حلو، حد قال سيست وحد قال فات، هنعرف ازاي؟ هاوس فيلد يونت احط هنا واقيس الدنستي هلاقي الفات ايه؟ بالماينس، بالماينس. لكن السيست لا مش بالماينس. يبقى انا دي كده باين من الويندو ان هو فات اسود قوي، لكن في ساعات لو الويندو بتاعك مش متظبط ممكن تبقى انت متلخبط مش عارف ده سيست شبه سي اس اف. هل ده كده سي اس اف ولا هل ده رابشرد والفات دخل جوه الفنتركل؟ تمام، اعرف منين؟ من الهاوس فيلد يونت، لو انا الويندو بتاعي مش متظبط او انا لسه عيني مش واخده على الدنستي بتاعت الفات. في التي 1 هيبقى هاي سيجنال، ولما الاقي كوربس كالوزم ليبوما افكر في الديس جينيسيس بتاع الكوربس كالوزم. تمام، اللي بعد كده شايفين ايه؟ نفكر كده يعني. على فكره يا جماعه المكسب بالنسبه لنا في الدسكشن دي ان انت تعرف السيكونس،
ان انت تعرف تبيك اب الليجن، واخر مكسب ان انت تعرف الليجن. خدها بالترتيب على حسب البوزيشن بتاعك ايه. يبقى انا عندي فلير وجريديانت وديفيوجن. ليجن فين؟ الناس اللي مش شايفه الليجن اهو، هاي بلومينج، وفي واحده هنا كمان وريستراكتد ديفيوجن. لو انا عرفت ان العيان ده تروماتيك، تروماتيك يبقى ايه؟ ديفيوز اكزونال انجري. ما وقفتش على الصوره وقلت لك قولي دايجنوزس، لان ده يبقى انفير ان انا اقول لك قولي دايجنوزس، اصل ده يتحمل ان هو يبقى اي حاجه. ممكن يبقى ام اس ديفيوز اكزونال انجري، اي حاجه انا ما اعرفش. طيب باثولوجي. لكن لما اقول لك ان العيان ده تروماتيك، يبقى اول حاجه تفكر فيها ديفيوز اكزونال انجري. ايه ديفيوز اكزونال انجري ده؟ الحاجات دي في منها حاجات هنرجع نقولها تاني في الوايت ماتر ليجنز واحنا بنتكلم، بس دايما بحب ان احنا بعيد بنجيب سيرتها عشان ما نستغربهاش بعد كده. ده بيحصل ساعه التروما، بيحصل شيرنج للاكزوز، تمام؟ بتتمزق. فبتدينا الشيرنج ده يا بيبقى هيموراجيك يا نان هيموراجيك. الهيموراجيك يبقى هيبان لي في الجريدينت اللي في النص، يبقى هلاقي هيموراجيك في الصايد. ولو هو حتى نان هيموراجيك يبقى انا هشوفه في الفلير وفي الديفيوجن اللي هو يبقى ريستريكتد. اللوكيشنز بتاعته مهمه، تمام؟ من ضمن اللوكيشنز بتاعته البرينستيم والكوربس كالوزم والجراي وايت ماتر جانكشن. وعاده الكالوزال ليجنز بتحصل في الاسبلينيوم. الاوت كام بتاعه كلينيكالي بيبقى بيبقى كوماتوز. انا ممكن ابقى شايفه السي تي نورمال اوكي والعيان كوماتوز وانا مش قادره افسر هو كوماتوز ده ليه. لما اعمل الام ار والاقي الفوسايد ده، يبقى ده ماتشنج مع ديفيوز اكزونال انجري. حاله ثانيه اهي، ده تي 1 شايفه حاجات هايبو انتنس هنا، هايبو انتنس هنا، مش دايجنوستيك يعني بالنسبه لي، او هايبر انتنس نتيجه بليدنج، او هايبر انتنس وحواليها رينج اوف هايبو انتنسيتي، او واخده هوموجينس انهانسمنت. كل ده بالنسبه لي فيك، الا لو انا عارف ان هو تروماتيك ديفيوز ابزونال انجري. اهو برضو انا عارف ان هو تروماتيك وانا شايفه كذا افكشن. افكشن هنا في الوايت ماتر، في السبلينيوم بتاع الكوربس كالوزم هنا اهو، ده كلهم الفلير. يبقى ديفيوز اكزونال انجري لو انا في السيتنج بتاع تروما. يبقى الكلينيكال هو اللي يحل لي المشكله دي. نعم. ممكن يبقى بلاد وممكن ما يبقاش بلاد، اللي هيفرق لك الجريدينت. الشيرنج ده بيحصل يعني نوع من انواع الاديما، او هيموراجيك او نون هيموراجيك. لو فيها فوسايف هيموراج الجريدينت هو اللي هيبينها لك. مفيش هيموراج فيها، يبقى هتطلع لك انها اديما في صوره هاي سيجنال في الفلير بس. اللي بعد كده حد يقول ايه ده؟ تي 1 وزاود كونترست وتي 1 ويز كونترست. جي بي ام جلايوبلاستوما مالتي فورمز. ليه بقى يا جاب؟ هي طالعه في الرايت سريبرال هيمسفير، وعدت عمل انفولفمنت لكوربس كالوزم وراحت الناحيه الثانيه، هتسميها ايه؟ باتر فلاي جلايوما، راحت من ناحيه لناحيه ثانيه. انا كده شايفاها في الساجيتال هيتروجينس ماس وعامله هيتروجينس انهانسمنت وفي سنترال نيكروزس. في الكرونال عاده التيومر هيبقى في ناحيه واحده، لكن انا شايف ان هو كده وراح عدى الناحيه الثانيه. بيقول لك ان الانفيجن بتاع الكوربس كالوزم ده فيري تاف، فعشان حاجه تعمل له انفيجن لازم تبقى حاجه اجريسيف زي الجي بي ام، عشان كده هي بتعمل تاخد بعضها وتروح الناحيه الثانيه. اوكي يبقى انا من اللوكيشن بتاعها، او انا لما اشوف حاجه اجريسيف في سريبرال هيمسفير وراح الناحيه الثانيه اوتوماتيك، وانا في ريبورت هقول انها انفولفنج الكوربس كالوزم جلايوبلاستوما مالتي فورمز. دي شكل حاله ثانيه اهي، راحه من ناحيه هنا بريدومينانت هنا وراح الناحيه الثانيه، بريدومينانت هنا وراح الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه. واحنا اتكلمنا عن الجي بي ام قبل كده. اللي بعد كده ليه؟ حد يقول لي قلنا ليه لينفوما؟ بري كونتراست هنا، بوست كونتراست، هوموجينس انهانسمنت. واللي يخليني اقول كمان انها لينفوما ايه؟ بريفنتريكولر، بريفنتريكولر وكروسنج تو ذا اذر سايد. احنا قلنا اللينفوما هتبقى يعني عايزه تبقى جنب الفنتريكلز، والهوموجينس انتنس انهانسمنت ده، تمام؟
يبقى دي حاله ثانيه لمفومه هوموجينس انتنس انهانسمنت وفيري فنتريكولر. اللي بعد كده دي حطوها عشان اقول لكم ان احنا عادي ان احنا نتلخبط. ايه الليجن اللي في كوربس كالوزم؟ احنا شايفين ان في ليجن في كوربس كالوزم ولا لا؟ صح؟ اهو ليجن سنتر ده على كوربس كالوزم. هايبو انتنس، هايبر انتنس، هوموجينس انهانسمنت، وفي جزء سيستك. جيبينوين بايوسيستيك استروسايتوما. اكيد ده نوت ذا كلاسيك ابييرنس اللي احنا متعودين نشوفه، لكن لما تبقى مايندد ان حد سنه صغير جاي لك شفت افكشن في الكوربس كالوزم، هتراجع الديفرنشال دايجنوزيس ليست بتاعت الكوربس كالوزم ليجنز، فممكن ساعتها تقول اه ممكن تتحط في الديفرنشال دايجنوزيس. لكن لو انت مش مايندد ان دي بتحصل جوه الكوربس كالوزم مش هتجيبها اصلا ولا هتفكر فيها. ام اس داوسن فينجر. يبقى الام اس احنا ما اتكلمناش عليه قبل كده، بس ده ايه؟ دي مايلينيتنج ديزيز. اوكي، بيحصل افكشن دي مايلينيشن في الوايت ماتر، وبيبقى له سبيشال كلاسيك كرايتيريا نعرفه بيها. من ضمنهم الصوره دي. الصوره دي ايه؟ ساجيتال فلير. واي حاله ام اس روتين تحط في البروتوكول بتاعك ساجيتال فلير. حاله جايه بتقول لك بفولو ام اس، لازم تقول التكنيشن زود فلير، وهم غالبا بيبقوا عارفين وبيعملوا ساجيتال فلير. ليه؟ عشان اشوف المنظر ده. داوسونز فينجرز يعني ايه؟ الافكشن بيبقى في صوره فينجرز كده اوف هاي سيجنال انتنسيتي بيربنديكولر على الفنتريكل. كل دول بيربنديكولر على الفنتريكل، فبيدونا حاجه اسمها داوسونز فينجرز. بيحصل عادة في اليونج والميدل ايج، ده ما يمنعش ان هما بتيجي في الكبار، بس ده الاغلب وبري دوميننت في الفيميلز كومبيرد بالميلز. فبالتالي كومن قوي لما تلاقي البيشنت فيها المنظر ده 30 سنة فيميل، عدى الكلاسيك اللي بنشوفه فيها الابيرنس ده، يبقى تريز البوسيبيليتي بتاعت الام اس. معلومة تانية اللي لازم نعرفها عن الام اس، عشان يعملوا له دايجنوزس عملوا حاجة اسمها ماكدونالد كرايتيريا. اوكي، ماكدونالد كرايتيريا دي قالت لك ان احنا عشان نشخص ام اس لازم يبقى عندك ديسيمينيشن في حاجتين، في السبيس والتايم. بينتشر في السبيس وخلال الوقت. في السبيس يعني انا الاقي في كذا لوكيشن، وفي التايم يعني انا لما اعمل دلوقتي واجي فولو اب الاقي في نيو بليكس ظهرت او نيو انهانسنج بليكس ظهرت. تمام، يبقى دايما الجمله دي بتتقال ديسيمينيشن ان سبيس اند تايم. سبيس يعني انا هشوف في كذا مكان، هلاقي دي اسمها بليكس، البطش البيضاء اللي احنا بنشوفها دي اسمها بليكس. هلاقي البليكس دي في كذا مكان، في كوربس كالوزم، تمام، بيري فنتريكولر وايت ماتر، اوكي، اليو فايبرز، هنجيب صوره على اللوكيشنز بتاعتهم. الحاجات دي كده لما الاقي في مالتيبل بليسز اروح بعد كده بقى في الفولو اب الاقي كل شويه حاجه بتظهر على حسب الديوريشن. خدت علاج ورجعت لي بعد 6 شهور في بليكس جديده ظهرت. يبقى انا الام ار اي بالنسبه لي هو الموداليتي اوف تشايز عشان الحاجتين، عشان اشوف البرايمري سكاننج اللي هو اعرف السبيسز اللي هي منتشره فيه، وفي الفولو اب عشان اعرف الانتشار في الوقت الدنيا زادت ولا لا. ده الكلاسيك ابييرنس بشوفها في تي 2. اه ده انا بشوف حاجات هاي سيجنال اهي جوه الكوربس كالوزم، كلاسيك للام اس. طب وهنا داوسونز فينجرز اللي احنا قلنا عليهم. الديستريبيوشن ده في الوايت ماتر ممكن يتلخبط مع حاجات فاسكولار، فبيقول لك عشان تعرف تفرق لازم تقول تبقى عارف اللوكيشنز اللي كومن في الام اس، الكوربس كالوزم واليو فايبرز. اليو فايبرز دي اللي هي تحت الكورتكس. وتاني حاجه البريفنتريكولر والسباينال كورد. يبقى الاربعه اللي متعلم عليهم دول هم كومن في الام اس، يعني اللوكيشن بتاع الليجنز هو اللي هيخليني افكر في ام اس، ان انا الاقي ليجنز في كوربس كالوزم، ان انا الاقيها في اليو فايبرز، ان انا الاقيها بريفنتريكولر، ان انا الاقيها في السباينال كورد. افكر فيه ام اس كومبيرد باي حاجه ثانيه. طب الانهانسمنت بيحصل؟ اه بيحصل فيها انهانسمنت لما بتبقى اكتف، لما بتبقى ان اكتف ما بيحصلش انهانسمنت. داوسون فينجر دي تيبيكال، بس مش كل الحالات دي بيبقى فيها داوسون فينجر، بس هو يبقى عيب لو انت شفت صوره فلير زي اللي شفناها فيها داوسون فينجرز وتبقى قاعد محتاس مش عارف الشخص ده ام اس. الديستريبيوشن بتاعه بيبقى سيمتريك وديفيوز، يعني منتشر في كذا حته والناحيتين قريبين من بعض. اوكي، دي لوكيشن على الفيلم. اليو فايبرز اللي هي سب كورتيكال اللي هي هنا في الوايت ماتر اللي تحت الكورتكس على طول. في حالات الفاسكولار ما بشوفش البليكس في المنطقه دي. تاني حاجه في الكوربس كالوزم، اللي بعد كده في التمبورال لوبس. هنا بقى في الوايت ماتر بيقول لك ده ممكن يحصل في اي مكان،
فاسكولار ممكن يمشي ام اس، لكن الحاجات التانية دي كاركترستيك للام اس اللي هي اليو فايبرز والبيري فنتريكولر والتمبرال وكورباس كالوزا. ماكدونالدز كرايتيريا للام اس ده عنوان كبير قوي، بس لازم ابقى انا عارف ان هو ديسيمينيشن في السبيس، ان انا الاقي لازم عشان اشخص لازم الاقي اتليست تو لوكيشنز من دول. اول واحد بيري فنتريكولر جنب الفنتريكل، يبقى احنا عمالين نقول كام حاجه بتحب الفنتريكل، الليمفوما بتحب الفنتريكل، الام اس بيحب الفنتريكل. اوكي اللي بعد كده جاكستا كورتيكال اللي هو الايه اليو فايبرز، دي كاركترستيك للام اس. انفرا تنتوريال يعني ايه؟ يعني الاقي في البرين ستيم اوكي ولاقي في السيريبيلا، واخيرا في السباينال كورد. عشان كده حالات الام اس اللي بيبقوا شاكين فيها بيبعتوها برين وسباين. اوكي ديسيمينيشن في التايم، ان انا في الفولو اب يلاقي بليكس جديده، يلاقي انهانسنج بليكس جديده. إديمة شايف صح، إديمة ده فلير، وشايف إديمة في الفرونتال لوبس واخده كوربس كالوزا كاركترستيك لحاجه، لا ونازله شويه على البيزال جانجليا. دي حاجه اسمها بروجريسيف مالتي فوكال يوكو انكيفالوباثي. طب هفرق بينها وبين اي حاجه تانية بايه؟ الإديمة دي مش ممكن اشوفها في ميتاستاسيس في جي بي ام صح؟ منظر الإديمة لو انا شايفه الصوره دي لوحدها إديمة، يبقى انا تاني حاجه اشوف هل في حاجه اندرلاينج ولا لا، في حاجه ديفيوز. اول حاجه هعملها ان انا هاكسكلود ان مفيش فوكال ماس تحتها. ليه؟ لان انا ممكن يبقى المنظر ده يبقى فيه ميتاستاسيس تحتها، جي بي ام تحتها، اي حاجه تحتها، يعني اخليني في الكومن الاول تمام، وبعد كده اقول لا والله ده هي حاجه سيمتريكال واخده الاثنين ناحيتين الفرونتال وافكتنج الكوربس كالوزم. والله ممكن تبقى بروجريسيف مالتي فوكال يوكو انكيفالوباثي او تبقى ديفيوز استروسايتوما. لازم ابقى عارفه بقى الكلينيكال باك جراوند بتاع الحاجات دي. هو ايه بروجريسيف مالتي فوكال يوكو انكيفالوباثي ده؟ بيحصل في مين؟ في الوايت ماتر. في مين؟ في مين؟ مين نوع البيشنت اللي بيحصل فيهم؟ لا اولد ايج، اولد ايج دي مايلينيتنج ديزيز ويتش ريزلتس فروم ري اكتيفيشن اوف جي سي فايروس ان كومبرومايزد اميون سيستمز. لازم يبقى اميونو كومبرومايزد بيشنت، وكومن جدا في الاتش اي في بيشنتس اميونو كومبرومايزد ستيتس. الاتش اي في او الايدز اشهرهم، لكن ممكن يحصل في البوست ترانسبلانت لوكيميا سوليد اورجان مالجنسي او انفلاماتوري ديزيز زي سيستميك لوبس. يبقى الحاجات دي بيجي فيها البي ام ال بروجريسيف مالتي فوكال يوكو انكيفالوباثي، يبقى ده ما بيجيش غير في عينين اميونو كومبرومايزد. Confluent, bilateral, but asymmetrical affection للوايت ماتر، وساعات بيبقى معانا ثلاميك affection. اللاك بتاع الانهانسمنت اند ماس افكت، ولا في ماس افكت ولا في انهانسمنت، بيكسكلود الليمفوما والجي بي ام على اعتبار ان هو جاي من ناحيه ومعدي الناحيه الثانيه. انا لا شايفه ماس افكت ولا شايفه انهانسمنت، ده طلع لي اثنين من الديفرنشال دايجنوزيس. بس لازم تبقى عارف ان في حاجه اسمها بروجريسيف مالتي فوكال يوكو انكيفالوباثي، ولو العيان ايدز يبقى احنا يعني اميل ان احنا نشخص ده.